مرحبا بكم في قنواتنا صبرا تي في. هذا الفيديو سنتحدث عن حملات التفتيش التي شملت جميع الولايات التركية لملاحقة الأجانب المخالفين. خليكم معنا لنشوف فيديو أثناء عملية التفتيش في وسائل النقل. أيضا شملت عمليات التفتيش ورش التصنيع التي يعمل بها سوريين. سنبدأ الآن بسرد التفاصيل. تركيا، عمليات التفتيش شملت وسائل النقل وورش العمل. بعد انطلاق الحمل الأقوى لملاحقة الأجانب المخالفين في تركيا، بات المشهد اليومي في الشوارع حواجز للبوليس التركي وطلب للأوراق الرسمية من المرة. إلا أن هذا الأمر لم يقتصر على المرة فقط هذه المرة، بل شمل وسائل النقل العامة وبعض ورش التصنيع التي يعمل بها سوريين. هذا وقد سبق الحملات الأمنية في تركيا عدد من الإنذارات للمخالفين لتسوية أوضاعهم، إلا أن البعض لم يجد الفرصة لذلك بسبب تأخير موعد عملية تحديث البيانات لتسوية أوضاعهم القانونية. فبعض الأحيان يكون الموعد بعد 3 أشهر، يعني اللي عم ينتقل من بيت لبيت بيروح عليه يحدث بياناته بده 3 شهور أحيانا لحتى يجي الموعد. وهذا ما نطالب به إدارة الهجرة بتسهيل أخذ الحجوزات بموعد قريب لتحديث البيانات أو عملية النقل وما إلى ذلك. وأيضا مؤخرا انتشرت هناك شائعات يجب توضيحها تفيد بأن اسطنبول لم تعد تمنح أذونات العمل إلا لحامل كملك اسطنبول. هذا وقد أقدمت صبرا تي في على التحقق من الأمر، وتبين أن رفض منح أذونات العمل مبني على مخالفات إما بالشركة الأم أو لدى مقدم الطلب، يعني صاحب الأذن العمل يلي قدموا له لأذن العمل. خلينا نبين شو هي بعض المخالفات. على سبيل المثال، لا يوجد لدي قيد نفوس، أو لدي بصمة في ولاية تانية، أو أن قيد نفوسه بالهجرة مختلف عن قيد نفوسه بدائرة النفوس، أو أن عدد العمال الأجانب بالشركة يفوق عدد العمال الأتراك. ففي بداية إنشاء أي ترخيص تقوم الدولة بتسهيل تلك الأمور. على سبيل المثال، بجوز بالبداية أول مرة ما يطلبوا منه 5+1 يلي هيدنا 5 أتراك مقابل 1 سوري، لكن مع عملية تجديد رخصة الشركة عم ينطلب هذا الأمر. فبالتالي إذا الشركة ما شغلت مواطنين أتراك، بعض الأحيان يرفض منح السوريين أجونات عمل، لأنه بيكون في ناس موجود معها إذن عمل ولكن ليسوا بمواطنين أتراك، يعني ليسوا مواطنين أتراك وعندهم سكرتا، لأنه هذا الموضوع كله ببين بوزارة العمل. فقانون 5+1، ولكن مع الاستمرار في العمل تطلب الدولة التقيد بالقانون، يعني شغلوا 5+1 هذا وقت بدك تجدد الرخصة للمرة الثانية أو الثالثة. فبالتالي أحيانا بيجي واحد بيقول لك أنا قدمت والرفض. نعم، المشكلة بجوز ما تكون فيك، المشكلة قد تكون بالشركة نفسها، إما عليها ديون للدولة أو عليها باكور أو عليها مثلا ما عم تدفع تكاليف أذن العمل وما إلى ذلك، السكرتة للعمال الآخرين. فبالتالي هذا الموضوع يشكل عدم موافقة لمنحكم أذونات عمل. لكن بالحقيقة اسطنبول حتى تصوير هذا الفيديو، إذا كانت الشركة قانونية والشخص قانوني فقط أنه يحمل كملك ولاية أخرى، يتم منحه إذن عمل للإقامة في ولاية اسطنبول من خلال إذن العمل والكملك وإذن السفر. يجب أن يتوفر 3 أشياء للبقاء في اسطنبول: إذن سفر وكملك غير ولاية، ما في مشكلة، لكن أن يتواجد إذن السفر معه. ليش؟ لأنه اختصاص إدارة الهجرة طلب الكملك، وقت بلاقيك تحمل اسم ولاية تانية فإجباري بده إذن سفر. إذا لقى أنه كملكك اسطنبول فلن يتم توجيه أي كلمة إليك إلا بحال واحد، إذا قلت له أنك نسيانة بالبيت، فبالتالي بده يتم توقيفك إداريا للتأكد من معلوماتك وثم يتم إطلاق سراحك. بتمنى أن أكون قدرت وصل الفكرة. إلى هنا أختتم، بأمان الله.